الله يخليك سعادة الشيخ، عندي سؤال. يعني السؤال الأول، رمضان هذا اللي طاف مو اللي قبله، ايه اللي ورا فطرت فيه ايه ما أدري وش 6 أيام أو 8 أيام. أوكي ثمانية، عقب قولي ثمانية الأحوط، ثمانية ايه زين. أوكي عقب سويت حامل، ايه زين بس ما قدرت أرد ممتاز. هذا، جاء ما رمضان قدرت أفطر. الثاني والحين شو نسوي صح؟ ايه والحين أبا يعني أرجع هذا صوم، ما أعرف أطلع فيها ولا زكاة ولا كيف. شو زكاة انتو تدخلون؟ اسمع 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 يا ام، ايش أم مهرة. ام مهرة، بتصومي يومين اه 8 ايام لافطرتيهم، وبتطعمي عن كل يوم مسكين بس. نفس يعني نفس الأكل اللي أكلت أنا يعني لا لا انت بعطيه ولا اسمعي فلوس ولا كيف. اسمعي، انت بأي مارة؟ أبو ظبي. في جمعية أبو ظبي التعاونية تعرفيها؟ أيوة. تدخلين في واحد من الهلال الأحمر جالس عنده كابونات الله يحفظه، هي 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 قولي صح. له أبغي هذه كفارة رمضان، إفطار صائم إطعام مسكين. كم واحدة؟ والله 8، 1 2 3، يعطي 8 كابونات، يقول لك تفضلي تدفعين 160 درهم أو 180 185. المهم عرفتي؟ خلاص أوكي تمام. وبالنسبة يا شيخ سؤالي الثاني، الله سبحانه وتعالى رزقني بنوتة. أوكي نرزقها بشو؟ بنوتة، بنوتة هي هي بنوتة، بس ما حلقت لها شعرها. البنت ما ينحلق لها شعرها، الولد اللي ينحلق له شعرها. قلنا تحلق لها شعرها. لا البنت، البنت ما الولد ينحلق له شعره ويتصدق بزينة شعره فضة، حتى البنت بتقرعوها؟ البنت ما يتصدق بشعرها، هذا القول الراجح عند أهل العلم. بعض العلماء قال ايه مثل الولد، بس لا، هذا القول الراجح انه الولد ينحلق له شعره. يعني عادي ما في مشكلة. ايه خلاص اوكي مذكور، ودعواتك عندي خالتي متعبة كثير دعواتك. الله يشفيها ويعافيها. الله يشفيها.